جهاز الكانديلا بيرفكتا. الحقيقه الجهاز ده من الاجهزه يعني معروف ان هي مفيده جدا في المشاكل اللي ليها علاقه بالاوعيه الدمويه في البشره وخصوصا الوحمات الدمويه. الحقيقه الجهاز ده من الاجهزه المعتمده المعروفه زي ما احنا شايفين، هو ليه شاشه وفي مجموعه من الارقام دي بارامترز. هنا طبعا كمان في فوق هنا المشكله اللي بتبقى موجوده عند المريض. طبعا كل مشكله او كل حاله بيبقى فيه محفوظه في الجهاز مجموعه من البارامترز الثابته، احنا طبعا بنغيرها اكوردنج من حاله للثانيه. طبعا الهاند بتاعت الجهاز ده هي يعني معموله بدقه، ان ليها طبعا لينس زي ما احنا شايفين وليها ديامتر احنا بنغيره برده من حاله للثانيه، بحيث ان الابلكيشن بتاعها ان احنا لما بيكون في حاجه في مسافه متحدده وبنتحرك بيها في اي منطقه في الجسم. طبعا احنا اكتر مناطق بنتعامل فيها طبعا الوجه، ودي اكتر مناطق حساسه جدا،